لو كل اصحابك في مربع الضياع، لو كل اصحابك في مربع الضياع، تفتكر لو انت كملت معاهم في المستقبل هتبقى فين؟ هتوصل لفين وانت معاهم؟ اصحابك ومحيطك حاجه مهمه جدا 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 جدا، مهمه فوق ما تتخيل. لازم تخلي بالك انت بتقعد مع مين بعد الساعه 5، بعد شغلك، بعد جامعتك، بعد حتى مدرستك. بتقعد مع مين بعد الساعه 5؟ بتضيع وقتك فين بعد الساعه 5؟ بيروح في الكلام مع الناس، فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل. يا شباب، سهل وحلو انك تشوف تفاهم، بس الشطاره والنجاح انك ما تكونش دافي زيهم.